وسهلا بك دكتورة ليلى بن زكري، أستاذة بكلية الطب الرباط، مختصة في الأمراض الجلدية والحقن التجميلية والليزر، وعضو بالفريق العالمي للبحث حول مرض البارا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا ومرحبا في لقاء مفتوح، ما تكونش أول مرة وتكون إن شاء الله مرات بإذن الله، وتكون إفادة للجميع بإذن الله. دكتورة ليلى، البرص دكتورة، هذا مرض لما لقاو له علاج، وهذا مرض بداياته كتكون خفيفة جدا ولكن نهاياته كتكون أعمق. دكتورة ليلى بن زكري، البرص شنو هو دكتورة، ونزيد نفسره أكثر، وشن هي أعراضه واختلافه عن باقي بعض الأمراض الجلدية اللي ممكن أنه يتشابه معها فيها؟ البرص مرض مزمن تيجي بقعات بيضاء في الذات، اللي يمكن البقعة تكون غير ناقصة شوية اللون، إذا بعد نوبة الواحد ما تنتبه لهاش، ولا تكون بيضة بزاف، وهنا عاد الناس تنتبه لها. وكاين جوج ديال الأنواع ديال البرص، كاين البرص المحلي اللي تبقى في مدة طويلة في بلاصة واحدة، وكاين البرص اللي تيكون ماشي محلي، تيكون في الذات كلها. اذا هذاك البرص المحلي تيكون عنده اسباب، الاسباب ديالو تيكون بحال اللي ديك العصبه لو نير، تيكون بحال اللي شويه مضطرب من بعد ديك اكسيده، من بعد الواحد تيدير شي حركات ديك العصبه تيبقى يبرك عليها، يعني حديثه. نعم، يمكن عليق بحديثه. نعم، يمكن لها تولد ديك البرص المحلي. اما البرص اللي ماشي محلي كلي تيكون وراثي من 20 إلى 30%، وحنا عندنا بزاف ديال الوراثه في البرص في المغرب، اكثر من 30%. نعم، وتيجي اما في الصغر اللي تيكون المرض وراثي، تيصيب بزاف الدراري الصغار، وفي الكبار ما تيكونش دائما الوراثه. ولكن باش يبان خص ثلاثه العوامل. العامل الاول هو الحكان، كل ما الواحد تيحك كل ما الطبايع تيخرجوا، كيتهيج الجلد. دكتورة ليلى، علاش؟ حيت الخلايا باللون في الجلد تيكونوا الميلانوسيت، الخلايا باللون تيكونوا لاصقين في الجلد بواحد اللصقه سميتها الايكادرين. الو هاد الايكادرين تيكونوا ناقصين في البرص، اذا ملي الواحد تيحك الخلايا باللون تيطيروا. اذا الايكادرين هو اللي كيقلل دكتورة، تقلال. نعم، ماشي في الحالات كلها، ولكن بزاف د الحالات تقلال، وهذا الشيء تيؤدي الخلايا اللون تيمشي. واش الحكان دكتورة كتعني حكان عادي، يعني حكان عادي او حكان ديال الحمام او حكان في الدار، يعني شنو هو الحكان بالضبط؟ يعني الحكان يكون عادي، ولا في بالحوايج مزيرين، ولا في الحمام، هو نفس الحكان. ما خصش الواحد يبقى يحك بزاف. احنا عندنا مشكله ديال هاد العادات، عندنا الناس يحكوا بزاف، لا ماشي مزيان. طيب اذا العامل الاول هو الحكه، العامل الثاني دكتوره؟ العامل الثاني هو الفقصه، كل ما الواحد فقص كل ما تزيد البرص، وتنصبوا دائما قبل ما يبدا البرص واحد الفقصه كبيره، ولا واحد الفقصه مداومه اللي كديكلونشي البرص. والعامل الثالث هو الغده الدرقيه، حيت البرص المشكل ما تيكونش غير في البرص، تيكون معاه امراض اخرى، زي بحال لاتيغويد، المشكل ديال الغده الدرقيه اللي تنصبوها في الدراسات ديالنا هنا في المغرب اكثر من 30 إلى 40% متصله مع البرص. هادشي علاش دائما الناس اللي فيهم برص يديروا لهم التحاليل باش نعرفوا شنو كاين اخر من غير البرص. طيب، محلي كلي، اسبابه باينه والعوامل كذلك باينه، غير بالنسبه لهذا المحلي والكلي، هذا البرص المحلي والكلي، يعني بالنسبه للمحلي والكلي، يعني نفس الاعراض، ديك البقعه بيضاء باهته، هما نفس الأعراض. هي
يمكن لي نفسر لك اكثر، هي ملي كيكون الاعراض غير ناقص لون تيكون مشكل في المناعه، ولكن ملي تكون البقعه بيضاء ما تتبقاش المناعه، ما تيبقاوش الخلايا دي. نعم. اذا ملي تكون البقعه غير ناقصه لون يمكننا نرجعوا اللون، ما كاين حتى مشكل حيت مازال الخلايا ديال اللون. ولكن ملي تكون البقعه بيضاء ما عندناش كيفاش نرجعوا اللون. نعم. لا كانت البقعه بيضاء ولا كان الشعر اللي فوق منها بيض، ما بقاوش الخلايا ديال اللون، حيت هاد الخلايا تيكونوا اما في الجلد اما في الشعر اللي فوق الجلد. نعم. دوكا كاين جوج الحالات بعد النوبات، كاين الناس اللي عندهم حالتين، عندهم بقع غير ناقص اللون وبقع بيضاء وبالشعر بيض. كيبان في محل واحد ولا يعني كتعدد المحلات ديالو؟ فين كيبان في الاول؟ البلاصه فين تتحك، البلاصه فين هي الاولى فين كتبان، تتبان بحال دابا الدراري تنصيبوا بزاف البرد في الحجور ديالهم في اللور ديالهم. علاش؟ حيت الامهات يبقاو يغسلوا لهم بزاف. نعم. وما عليكوش. نعم. دونك بحال دابا العيالات اللي تيشتغلوا بزاف بيديهم تنصيبوا البرد عاوتاني في اليدين. نعم نعم دكتور، فهمتي؟ على حسب. نعم. المحل اللي خدم بزاف واللي عليه الخدمه بزاف. دكتوره ليلى بن زكري، طيب في التشخيص يعني كيفاش كتشخصوا؟ واش هو تشخيص سريري؟ واش محتاج لتحاليل طبيه، فحوصات طبيه اعمق دكتوره؟ الوغ هي تشخيص سريري 100%، ولكن باش تيبان اكثر وتنستعملوا واحد الضو زرق اللي سميتو لا لوميير دو وود فواحد البلاصه شويه كحله باش تيبان اكثر الطبايع. نعم. هذاك لا لوميير دو وود تتبين الطبايع اللي ما تيبانولكش، حيت خصك على الاقل 30 الى 50% ديال الخلايا ديال اللون يمشيو باش عاد تتبان الطبعه. بعد نوبات الناس ما تيتنبهوش بانهم عندهم طبعات اخرين حيت غير ناقصين شويه ديال اللون. نعم. كثر بحال دابا لا كان الواحد بيض. نعم. ما تيبانش، ولكن الا كان سمر تيبان اكثر مالو. نعم. بغيت غير نعرف الدكتور واش عنده يعني شي مضاعفات اخرى على بعض الاعضاء، لان كاين الناس اللي عندهم هذا المشكل اللي اثر لهم مثلا على العينين، واش بصح المساله وارده ولا لا دكتوره ليلى؟ هاد المساله وارده، حيت الخلايا ديال اللون كاينين في العينين، كاينين في الودنين، كاين في الدماغ. اذا الابحاث وراو بحال دابا كاين واحد الابحاث مصريه اللي وراو بان الودنين ما تيبقاوش يسمعوا مزيان، ويمكن يكون حتى في العينين. ولكن حنا في الدراسات اللي درنا في المغرب ما صبناش هاد الحمد لله هاد الحالات عندنا هنا في المغرب. في المغرب ما صبناش هاد الحالات ديال العينين والودنين انهم تاثروا. نعم. بالكل ما صبناش. علاش؟ علاش غيكون هاد هي الفضل ديال الله سبحانه وتعالى على هاد الأمة؟ شكرا. نعم. نعم. هي ليبيديميولوجي علم الأوبئة. فوالا، كل واحد كل بلاد عنده خصوصيات معينة، حيت كاين الأجنة. حيت بحال دابا حنا في المغرب صبنا الأشيلا، واحد الجينات ديال البرص المغربي اللي ماشي هو البرص ديال مصر ولا ديال بلاصه اخرى. نعم. نعم. حيت كل واحد عنده الجينات ديالو. نعم. مختلفين. تماما دكتورة ليلى، تماما. كيبقى لنا العلاج دكتورة غدي إن شاء الله، لأنه هو المحور المهم وعليها أستاذة ودكتورة وبروفيسور أننا استضفناك اليوم، لأنك ضمن واحد الفريق عالمي ديال البحث. دكتورة ليلى، بغيتك غير تعرفيني على هذا الفريق العالمي، لأن مهم جدا أننا نتعرفوا على تفاصيل. وهذا الفريق كاين هنا، فيه مغاربة، فيه عرب، فيه أجانب، شنو هو الهدف؟ شنو هو يعني علاش كتبحثوا؟ شنو الهدف من هذا الفريق دكتورة؟ هذا الفريق عالمي. نعم. كاين من كل بلاد على الاقل واحد اللي مختص في البرص باش يمكننا نديروا الابحاث بيناتنا، حتى عندنا على الاقل كل عام لقاء باش نتجادلوا فيه، نهضروا على جميع المستجدات والاعمال اللي يمكننا نديروها باش نزيدوا في في الابحاث. اذا بون كاين
بزاف ديال الناس حيت ما كاينش بزاف ديال الناس اللي تيهتموا بالبرص. نعم. اكثر الناس تيقولوا بان البرص ما فيهش العلاج. نعم. كاين العلاج ولكن لحد الان العلاج ماشي تيبر المرض. لا كنصحوا تبايع. نعم. ولا تنوقفوا المرض تماما تماما غدا ان شاء ولكن الله ولكن ان شاء الله ولكن لابد معلوم يكون المريض حتى هو تيعاوننا حيت بلا المساعدة المريض راه ما يمكنناش نعالجو. نزيدو القدام دكتورة ليلى بن زكري. مشكورة جدا أستاذة بكلية الطب ومختصة في الأمراض الجلدية والحقن التجميلية والليزر وعضوة بالفريق العالمي للبحث حول مرض البرص. مشكورة غدا بإذن الله العلاج ممكن في مرض البرص بإذن الله. الله إلى اللقاء.